الو الو، لا خبرك يا حسين. انا كنت كان في موضوع كده في المركز وكنت فين؟ طلعت سينما. ها؟ اي من امبارح، من امبارح منزل، من امبارح شغل ميت بسبب الهوا ده، ميت خالص. اي اي الجو ميت خالص والله. لا ما على العصر كده، العصر هقول لك. ماشي ماشي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. أقول لكم اللي الأسعار اليومية أو البورصة اليومية لمعهد تحسين التوحيد للطيور. معهد وطي صوتك، وطي صوتك عشان الباس، لا أجيبك في الباس والله. البلدي، البلدي يا جماعه ب2 جنيه، البلدي اول ب2 جنيه. بسم الله ما شاء الله، الاسعار النهارده حلوه قوي. عاد الابيض من الابلسه ده اللي مش راضيين ينزلوه، البلدي ب2 جنيه، الفيومي ب2 جنيه، البلدي ب2 والفيومي ب2، يبقى بلدي 2، الابيض ب8 جنيه، الابيض ب8 جنيه. ماشي 8 جنيه الابيض بس. بسم الله ما شاء الله، حاجه سوبر السوبر السوبر، كله سوبر كله سوبر. والناس اللي بتيجي تسال واحد بيبيع يقولوا له انت فراخك سوبر ولا فراخ فرزه اولى ولا فرزه ثانيه ولا سوبر؟ يا جدعان ما في واحد هيبيع حاجه هيقول لك عليها ان هي وحشه؟ طب ما هو لو عارف ان هي وحشه ما كان. معلش يا جماعه الشبكه زي الزفت. نعم 3 جنيه السمان. معلش هنا ولا عندك؟ لا هنا. السمان يا جماعه هو ب 3 جنيه. السمان ب 3 جنيه. ماشي؟ اهو. طبعا انا بقرب التليفون من السمان عشان الناس اللي بتقول لك انت السمان احنا شايفينه في الفيديو غير البتاع. السمان ب 12 جنيه. السمان ما شاء الله موجود اهو. كميات اهي موجود. هات كرسي كده يا ابو خالد من الاحمر، لو ان كرسي من عندك بقى يا حاج احمد كده. احنا قلنا السمان 3 جنيه، الساسو 2 جنيه ونص، الساسو يا جماعه 2 ونص، 2 ونص الساسو. الاسعار بتنزل، خلي بس الاسعار بتنزل بننزل، اسعار بترفع بننزل، كله دمار دمار. الابيض زي ما هو ثابت ابن الابد ب 8 جنيه. الفيومي ب 2 جنيه، ب 2 جنيه. الفيومي ب 2 جنيه. فيومي ب2. ها؟ البلدي ب2 جنيه برضه. ده فراخ جماز، فراخ جماز. او منورته الفول اللي هو الاصفر ده يا جماعه، شوفوا ده. ده عامل 2 جنيه ونص برضه. ده 2 جنيه ونص. ماشي؟ 2 جنيه ونص. 2 جنيه ونص. اللي هي ما بين قامت النهارده يا جماعه، لو حد عليها فلوس ليه يجيبها؟ اي حد عليها فلوس ليه يجيبها؟ لا لا يسامحني، يسامحني لو انا عليها فلوس لحد يسامحني، ولو عليها فلوس يجيبها. اللي هي معتقومه اهي يعني، خلي بالكم. الابيض ب8. ماشي؟ لا لا تعالوا خدهم، هي هتقوم بعد ما تخلص، هتقوم بعد ما تخلص الفراخ. بعد ما تخلصوا ايه؟ اللي شو اه؟ الكرسي مش لوحده، الكرسي ما هوش عاجبه النظام مش لوحده. يبقى الابيض 8 جنيه، بلدي فيومي 2 جنيه، ساس وجماز 2 جنيه ونص. ماشي سمان 3 جنيه، بط مشرك 11 جنيه عمر اسبوع، بط مشرك 11 جنيه عمر اسبوع، بط مولر
9 جنيه، بط مولر اهو ب9 جنيه. النهارده البط المولر عمر يوم ب9 جنيه، مولر ومشرك عمر يوم ب9 جنيه، وفي عمر اسباب 11 جنيه. ماشي ماشي ماشي. الفيومي ب15 جنيه، فيومي اهو 15 جنيه، عمر 5 6 ايام. فيومي بخمسة بخمستاشر جنيه. فيومية وقع، تعالى فيومية تعالى. انا بقول فيومي يا اولاد، ده رومي رومي معذرة. يبقى الرومي بخمستاشر جنيه. ماشي. لسه حاجة تانية بس كده. والبط ده هو اللي هو عمر المشرك او المولد، اللي هو الاسود خالص اهو زي ما انت شايفين، هو اهو اسود خالص اهو. باقي في لازم المولد يبقى فيه جزء صغير ابيض، لازم ما يبقاش يعني هو اسود ده لو مدهون في المكن. تمام. لسه حاجه تاني. والسمان موجود، الروم موجود، ابيض موجود، روم فيوم موجود، بط مولر مشرك موجود وكده. يلا ونلتقي ان شاء الله تعالى في بس كده. ايه ماشي. وتابعونا ان شاء الله لو في اي حاجه جديده. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.